بعد إصابته بشلل نصفي خلال الحرب في سوريا، لم يستسلم محمد جحجاح لأزمته، بل تغلب بقوة إرادته على وضعه الصحي وأصبح سائقا لسيارة أجرة في حلب، بعدما حول سيارته الخاصة إلى تاكسي باستخدام أدوات بسيطة ليتمكن من قيادتها باستخدام يديه فقط. صرت بدور على النت على طريقة لأنه واحد يقود السيارة، لقيت كتير عدة طرقات، فلقيت هاي الطريقة أنه أسهل شيء لي كوضعي أنه تنساء السيارة على إيد. عدلتها وجربت أول يوم أنه الحمد لله مشي الحال. وكان جحجاح قد أصيب بشلل نصفي بعد أن أصابت شظية عموده الفقري خلال الحرب عام 2016، إلا أن إصابته لم تمنعه من إيجاد طريقة لكسب رزقه. قررت أنه خلاص أخذ تاكسي واشتغل منه، بشوف الحياة وبشوف الدنيا وبعطي العالم تفاؤل أنه واحد ما لازم يستسلم للمرض أو ييأس. الحياة بدها تستمر، بالفرح بالزعل بالحزن بدها تستمر، والإصابة ما بتعيق. ولم يكتفي محمد بالعمل، بل نجح في إنهاء دراسته الثانوية وتقدم للحصول على الشهادة الجامعية، وبالفعل بجانب عمله يدرس الحقوق في الوقت الحالي.